السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتواجد الآن في أحد أحياء منطقة حائل الشهيرة، وهو حي العلية، ويقع في قلب مدينة حائل. هو من الأحياء الجميلة والشهيرة وعاصر ماضي جميل في هذا الحي. المميز اليوم عندنا المرزاب بالبيوت القديمة، وش كانت فائدته، ونتكلم عن المرزاب. المرزاب زي ما تشوفون الآن، خلنا ناخذ كم تشوفونه، هذه البيوت القديمة لها الآن تقريبا من 50 سنة، وهذه البيوت موجودة. طبعا هذه البيوت المسلحة اللي جت بعد البيوت الطينية. شوفوا المرازيب، هذا ما يميز هذه البيوت، المرازيب. المرزاب هذا وش فائدته؟ فائدة المرازيب هذه اللي تشوفون لتصريف المياه وقت الأمطار. يعني كان أنا عاصرت الأيام هذه، كانت البيوت إذا أمتلت من المياه أسطوح، تنزل المياه وتتسرب مع المرازيب هذه. فالمرزاب كان له فائدة، وكان يعني لازم يوضع بالبيوت هذه. زي ما تشوفون البيوت هذه، كانت البيوت هذه وقت الأمطار كلها تصب بالمرازيب هذه. فالمرزاب يعني من حتى البيوت الطينية كان المرزاب موجود. يعني إذا بنوا بيت قديم يحطون مرازيب. البيوت هذه شوفوا مرازيبها ما شاء الله، يعني لازم المرزاب إلى يومنا هذا وهو موجود المرزاب. فكثير ناس يعني أو أجيال عايشين معنا الآن ما يعرفون وش فائدة المرازيب أو وش كانت تستخدم له المرازيب هذه. شوفونا على البيوت ولا يدرون. فهذا المرزاب مهم جدا بالبيوت المسلحة. شكرا لكم وفي أمان الله.